ينضم إلينا مباشرة من أربيل العضو المستقل في برلمان إقليمي كردستان سيروان بابانسي. سيروان أهلا بك، شكرا لقبول الدعوة. أولا يعني تابعت أنت تقرير، كيف ستحل مشكلة الحمض النووي والفحص وإثبات النسب؟ مساء الخير. حقيقة نحن نمر في ذكرى مأساوية 33 سنة قبل اليوم لتدمير و تحطيم مدينة بكاملها، مدينة حلبشة التي راح ضحيتها أكثر من 5000 مدني كردي من الشباب ومن الشياب ومن النسوة والأطفال. أهم مشكلة لدينا ولدى العالم جميعا لما تكون هناك مشكلة يعني مماثلة تكون لدى الدول المشاركة فيها، والدول طبعا حزب البعث الحاكم اللي آنذاك شكرا لله انه لم يكن يعني لم لا توجد لهم اي اثر هنا. فالحكومه الحاليه هي الحكومه بنظري كعضو برلمان وكسياسي، الحكومه الحاليه هي التي توارثت الحكومات اللي راحت. في لدينا نفس المشاكل لدى الالمان والروس والتشيكين والبلجيكيين، ونفس نفس المشاكل، ولكن القدره البنيه التحتيه للبحث عن هؤلاء الأطفال لدى العراق بكاملها وشرق الأوسط إمكانية صغيرة. لو كانت هذه المشكلة في دول أوروبا وأوروبا الشرقية تكون أسهل، لأنه الحدود مفتوحة أمامهم والدي إن إي تكون لديهم إمكانية كبيرة. الإمكانية لدى دولة العراق وإقليم كردستان ضئيلة جدا، والدول الجوار طيب لماذا لم تستعين إيران وطبعا كانت الحدود، لماذا لم تستعين حكومة الإقليم بخبرات أجنبية على الأقل لإكمال هذا الموضوع وفحص هذا؟ يعني العوائل الآن يطالبون بحقوقهم، لم تحل المشكلة. إقليم كردستان يعتبر حلبشة محافظة على خلاف الحكومة الاتحادية التي تنظر إلى المكان على أنه مدينة إلى حد اللحظة. إذن ألا تعتقد أن حلبشة هي من مسؤولية إقليم كردستان الذي أعتبرها محافظة؟ هي مشكلة كبيرة بأنه توجد في العراق فساد كامل، فساد إداري، فساد سياسي، فساد اقتصادي. فخلال هذه المنظمة الفسادية في العراق وفي إقليم كردستان فقط يوم واحد يستذكر السياسيون يوم 16 آذار هذه القضية وتنسى بعد. أنا كنت لمدة أكثر من 20 سنة في ألمانيا ساكن، وكنت مشاركا في كل ذكرى وكل يعني أغلب السيمينارات وأغلب المؤتمرات التي تكون في على هذا المستوى لحلبجة. كنا نرى بأنه فقط أيام معدودة تكون هناك ضغط على ضغط الشارع الكردي وضغط العراقي، طبعا أيضا نواب الأكراد في العراق عليهم، وبعدين ينسونها. وبالتالي تكون هناك فقط هي قضية كبيرة، قضية إنسانية، قضية آنذاك أنا كنت في 19 من عمري ورأيت الحلبشة قبل ما تستشهد وبعد ما تستشهد، والآن رأيتها هي لحد الآن أنا أراها مدينة منكوبة مع الأسف. نحن نعلم بأنه هي مدينة حلبشة مع الأسف يعني بتمشي بجوار هيروشيما والدول اللي في حرب العالمية الثانية دمرت فيها، ولكن استعملت كل الأساليب التي لا طيب. لا تقدم مدينة حلبشة ومحافظة حلبشة، ولكن فقط بعد طيب. 6 سنين من قرار تخرج محافظة ثأر. نعم بثلاثين ثانية، هل تعتقد أن تحويل حلبشة إلى محافظة اتحادية سيعيد الحقوق إلى أهلها؟ بثلاثين ثانية. تقريبا لا، لأنه مثل ما قلت في إقليم كردستان توجد لدينا مأساة اقتصادية وعدم الشفافية في الموارد الطبيعية، وحلبجة يحتاج إلى أيدي ناعمة وأيدي شفافة وأيدي أمينة، ولا توجد حاليا في العراق وفي إقليم كردستان هذه الأيدي، برغم أنه صدر قانون في إلزام الحكومة العراقية على توثيق هذه المحافظة. من أربيل العضو المستقل في برلمان إقليم كردستان سيروان بابان، شكرا جزيلا لك سيدي.